ابعاد اربيل للحيازه لكن دون خطوره كبيره. الكره وصلت لي تسديده قويه باتجاه المرمى وهدف، هدف اول، هدف اول لحمد الحربي من مسافه بعيده بالفعل. في الدقيقه 72 يتمكن فريق كاظمه من تسجيل اول اهداف المباراه في الدقيقه 72. لم يسجل اربيل وفسح المجال لكاظمه من بعض الاخطاء من اللاعبين حتى من الدوليين، بعض الاخطاء في التمرير